بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح مختصر لبرنامج التيتشر كيت. برنامج التيتشر كيت برنامج مجاني يقوم بمساعدة المعلم بعملية تسجيل الحضور والغياب، وكذلك تسجيل درجات الواجبات والاختبارات، وكذلك إضافة السلوك والملاحظات السلوكية للطلاب. في البداية وبعد تحميل البرنامج يجب على المعلم إضافة الفصول الدراسية التي يقوم بتدريسها، من ثم تعبئة الحقول المطلوبة، بعد عملية إضافة الفصول يتوجه إلى إضافة الطلاب، الآن بعد إضافة الطلاب نجد هنا في الأعلى الأزرار الرئيسية للبرنامج. يستطيع المعلم من خلال الخيار الأول استعراض الطلاب الموجودين بالفصل، من خلال الخيار الثاني إضافة الجدول الدراسي، ومن الخيار الثالث هنا يستطيع تسجيل الحضور والغياب. طبعا هناك حالات متكررة أو حالات مختلفة للحضور يستطيع المعلم التعديل عليها، ومن هنا يقوم بإضافة السلوك على الطلاب. في حالة المشاركة كذلك يستطيع إضافة السلوك السلبي، أو إذا كان هناك ملاحظة على الطالب يستطيع كتابتها. من هنا من خيار دفتر الدرجات يستطيع إضافة درجات الواجبات أو درجات الاختبارات. في النهاية يستطيع استعراض تقرير متكامل عن الطلاب وحالتهم الدراسية. طبعا هذا شرح مختصر للبرنامج، وسيكون هناك بإذن الله مقطع آخر يشرح البرنامج بشكل متكامل وشكل مفصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.